windowwedding.com.lb هو الويب سايت، ومن خلاله عم نفتح نافذه واسعه على عالم الاعراس، عالم كثير كبير عم نعرفكم على كل تفاصيله من خلال هالويب سايت واكيد من خلال فقره ويندو ويدنج. ضيفتنا اليوم هي صاحبه سيلفا بيوتي كلينيك اند سبا، سيدي سيلفا باليون. اهلا وسهلا فيكي سيلفا. حضرتك عده مرات التقينا فيكي وتعرفنا بالتفصيل عن مختلف الخدمات اللي بتقدموها بسيلفا بيوتي كلينيك اند سبا. اليوم بدنا نركز على جزء من هالبيوتي كلينيك اذا بدك، وهو الجزء اللي كثار منا بنحبه خاصه السيدات، هو السبا. صحيح صحيح. اليوم بدنا نحكي عن السبا بسيلفا بيوتي كلينيك اند سبا. بنركز اليوم شوي على السبا لانه نحن بنعرف انه يعني اذا بدنا نفوت كموسم اعراس، كل عروس بهمها انه كيف بدها تريح جسمها، بهمها هالشهر اللي كثير بتكون ستريس فيه، كيف بدها ضغوط نفسيه مضبوط صحيح، كيف بدها تتخلص منه او تتحضر اذا بدك. هيدي من التحضيرات سيلفا اللي بتصير قبل بوقت. اكيد نحن بنبلش اجمالا قبل بشهرين مع العروس يلي هو تتوصل لنهار عرسها مرتاحه، يعني ما بنعتمد بس على نهار السبا اللي بنقدمه باسبوع عرسها، بنبلش معها قبل لانه رح نشوف هلا كيف نحن عنا عده انواع من المساجات وكيف بنبلش بكل فتره نوع معين لنوصل لاخر نهار بعرسها بتفوت على نهار عرسها بتكون جاهزه صحيح وما في توتر ابدا. مزبوط. قد ايه يعني قبل بوقت ممكن تبدا التحضير؟ قبل بشهرين فيها تبلش، لانه نحن من نقول انه اذا عملت كل 15 يوم سيشن وتشز بيحضرها انه تكون مرتاحه قبل العرس. هلا لفتني اولا اسم السبا، سبا ريوكان. ريوكان 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 يعني؟ هو يعني هنيك بتلاقي ريحه النفس والجسد. هيدي باللغه اليابانيه. باللغه اليابانيه مزبوط، لانه نحن بالسبا عندنا بنلاقي عده انواع منها التشاتسو مساج اللي هو بيعتمد على كيف بدنا نطلع نحن الستريس من الجسم. هون بلشنا نشوف انواع المساج. عم نحكي عن التشاتسو، عم نشوفه يلي هو بيكون بكوستيوم لبسته الكلاينت، يعني في تشاتسو من اليابان كمان. صحيح. شو اللي بيميز هالنوع من المساج؟ بيميزه انه بينشغل بطريقه بيستعملوا الضغط بصبيعهم على الجسم وين في اوجاع بالجسم، يعني مثل ما عم نشوف اذا واحد عنده اوجاع بظهره او بكتفه او حتى بيعاني من ديبريشن او ستريس بالماسلز عنده، هو من احسن انواع المساجات يلي بيخلي هالجسم يطلع كل هالاوجاع اللي موجوده فيه. يعني هون سيلفا ممكن تساله الزبونه وين على اي منطقه بجسمها حابه تركز، وين عندها وجع اكثر من نحن. مزبوط، نحن باول السيشن بنسالها وين عندها اوجاع، بتحس باوجاع اذا كان باجريها او بظهرها او بكتفيتها، بس المساج هو بيقطع على الجسم كله، بيتم التركيز اكثر على المناطق يلي بيكون فيها وجع. شو عم تستعمل هيدا هون؟ هيدا مساج ثاني هو التاي هيربل مساج. هيدا البول اسمه من تايلاند. مزبوط، هيدا تايلاند. هيدا البول اللي بايدها هو فيها دواء كله من الاعشاب من تايلاند. بتكون سخنه هيدي البول محطوطه على ستيم، بينعمل بالاويل اول شيء المساج، بيرجع بينضغط على البوينتس بالجسم وين في عندها اوجاع كمان موجوده بجسمها، هالسخونه اللي فيه بتسمح للمسام يفتح تقدر تمتص هالادويه الموجوده بالاعشاب لتحصل على نتيجه كثير مريحتها. يعني هون عم نخلط اعشاب وحراره. اعشاب وحراره واويل، يعني بينعمل اويل بزيت بزيت انواع الاعشاب وبيتم الضغط عليها بالهربل بولز. هيدا المساج عم نروح على الاويل مساج كمان، الهوت اويل مساج. كمان هون بيركز على الراس، اوجاع الراس اللي كثير من الاشخاص بيعينوا منها، كمان اوجاع الرقبه والظهر. هيدا النوع المساج بيعطي كثير باور، بيعطي اذا بدك انرجي كثير قويه للجسم. والزيوت مخلوطه كمان باعشاب او كل الزيوت؟ نعم. ايه مخلوطه بالاعشاب، وعندنا عده انواع من الزيوت ونحن بالاجمال بنخلي الكلاينت تشم الريحه اللي بترتاح فيها. نعم. اكثر وبتم عمليه المساج فيها. حلو. هيدي هات اويل مساج. هيدي هات. مزبوط. كل انواع المساجات هي بتقطع من اسفل الجسم لاعلى، يعني بيطال الجسم كله مثل ما قلنا مع تركيز اكثر على المطارح يلي فيها. هون عم ينعمل ستريتشنج للاجرين اللي بيعينوا كمان من اوجاع باجريهم،
وبيحسوا كل المساجات اللي ذكرناها بيشتغلوا على كل الجسم، كل الجسم حتى الراس حتى الوجه حتى الجسم. هيدا نعم. الكاندل مساج، الكاندل مساج هو كمان من غريب شوي الواكس هون بينزل واكس، بينزل واكس بس ما بيحرق، ما بتحرق؟ نو ما بيحرق، هيدا واكس خصوصي للجسم بينعمل فيه مساج كمان، كثير بنستعمله للاشخاص اللي بعينوا من حتى نشيف بجلدتهم البشره. مزبوط، لانه يعني هيدا هون قبل ما ينشف الواكس بتمدوه على الجسم بنعمل المساج فيه. اوكي، واكس ما بيجمد، بضل بيصير مثل سائل. والحلو فيه انه هو الوحيد ما بتاخذي شاور من بعده، هو بيبقى على الجسم لانه هو بيعالج كمرتب مثل الموسترايزر. صح مزبوط، حلو، واكيد ريحته حلوه. كثير حلوه ريحته. هيدا الهوت ستون مساج، هو تشاينيز مساج. هون في تدليك او بس بيوضعوا الحجر السخن؟ نحن بنبلش بالهوت ستون مساج باول ستيب بستريتشنج، بنرجع بنعمل مش اقل من 40 دقيقه مساج اويل مساج لكل الجسم، بنرجع بالهوت ستون نعمل مساج كمان لكل الجسم. شو وظيفة الهوت ستون؟ شو بيعمل؟ الهوت ستون أول شيء الحجر السخن هو بحد ذاته بس ينحط على بوينتس معينة بأنحاء الجسم، يعني على الظهر أو على على الوجه أو من الصدر حتى على الإجرين حتى بالإيدين بنحطه. هو أول شيء فيه طاقة، بيخزن طاقة، وثاني شيء بيسحب كل الأوجاع والتشنجات يلي موجودة بالعضل. نحن بنعرف كل شيء سخن بيسمح للعضل إنه يرتاح أكثر، يعني نعم. بفوت المساج ديب اكثر، يعني فينا نفوت بغمق بالمساج بلا ما بيفتح المسام كمان. بيفتح المسام اكيد، وبلا ما تحس. اذا في كثير اشخاص بيقولوا انه نحن كثير مشنجين بنخاف من المساج، اكيد لانه بيكون قد ما كثير مشنج المسلز عندهم ما في مشادد العضل. مزبوط، بالهاتستون اللي عنده هالحاله سيلفا، اي من المساجات اللي ذكرناها؟ اكيد الهاتستون. الهاتستون اول شيء منفوت عليه لانه كثير مهم وحلو باي وقت من السنه. يعني مثلا اذا بدنا نروح على التشاتسو مساج بنحس انه لا، بده يكون الواحد شوي معود على المساج قبل ليقدر يفوت على هالضغط القوي على المسلز. يعني في انواع مساج اقوى من غيرها. صحيح. يعني نحن اكيد باول ستيب بنقعد مع الشخص اللي بده يعمل هالمساج، بنساله اذا هو اوريدي معود جسمه على مساج وشو انواع المساجات وقد ايه هو عنده اوجاع بجسمه. سو نحن بنقدر نقول له ونفيده وين في يبلش تيوصل لمرحله انه هو مرتاح بس بلا ما ياذي العضل الموجود عنده اياه. الهوت ستون مساج من الصين. من الصين. عم نعمل جوله على مختلف دول العالم بنفس هلا الوقت. هلا عم نروح على المغرب، هلا رايحين على الموراكن باث. يس، هون بالوات اريا عندكم. صحيح، منطقة خاصة area. بالسبا. مزبوط، رايحين كمان على الحمام المغربي، رح ينبلوا هون. صح. شو حلو، شو عم نشوف هون يا سيدي؟ هون عم نشوف اول شيء باول ستيب بنحط الصابون الاسود على الجسم، بيتغسل كل الجسم فيه يلي هو بيطري هالجلد بيفتح هالمسام، بنرجع بنمشي الستيم اكيد يترطب هالجلده، بنرجع بالكف الاسود او يعني بنحف الجسم كله، بينفرك الجسم تينزل. مزبوط، تينزل كل هالخلايا الميتة. هذا الكف الاسود خاص للموراكن باث. صحيح، هو من التقليد المغربي. هي بتيجي مثل قماشه شوي خشنه، وانس بيكون الجلد اخذ البخار والصابون بصير يفت لوحده كل الخلايا الميتة، وهيدي كثير بحبوها كل اي متى العروس كثير بتحبها. مفيدة. هي مفروض تنعمل بالشهر مرتين، يعني افري تو ويكس لازم تنعمل مره. بتعطي كثير نداره لانه كثير بتعطي من للجسم. مزبوط، بتعطي تراوي، بتشيل كل النشيف من الجسم خاصه بموسم الشتويه لما في عندنا طبقه ميته من الجلد. اكيد اكيد، واكيد من بعدها شفنا في عندنا كمان التشوكلت ماسك اللي هو هيدا كمان التشوكلت. هذا بالموراكن باث او ما لا هيدا فينا غير. فيها تكون هي فينا نحط لها يا التشوكلت يا فينا نستعمل اي نوع مثل الفانيل. هلا فينا ناكله هيدا اكيد الشوكليت، فينا نشمه ونحس بالشوكليت. ريحته على الشوكولا، ريحته على الشوكولا. شو فوائده؟ اول شيء بيعمل فيرمينج للجسم. فيرمينج بالشكل. يس اكيد بيعمل فيرمينج، وبيرجع بيسكر كل المسام يلي نحن فتحناه لنشتغل فيه تيعطي مثل بيبي سكن هالاحساس يلي وهذا بس بيتغسل عن الجسم بعدين بس بيتغسل. او لازم نحط صابون حتى نزيل؟ نو 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 نو، ما بده صابون، بده ماء يعني كمان كمرطب للبشره. اكيد، وبنرجع بنحط نحن اويل تنرجع نعطي رطوبه للجسم. هلا اللي بيحب من بعدها بيعمل ساونا
تيرتاح واكيد مبعد مزبوط ريكوزيسون بنعملهم بعد مستحب بعد المساج او قبل؟ انا بحبهم من بعدها بشي 20 مينتس تحس انه يعني انا ما بحب الشخص اللي بيعمل مساج يقوم دغري من السيشن على حياته العاديه، بحب ياخذ بالقليله نص ساعه ريح حتى يحس بالساعه اللي انشغلت له، هون فينا بالمساج نفوت ساعه او ساعه ونص، لان احنا بنعرف انه الجسم ببلش يرتاح بعد النص ساعه بالمساج، سو نحن بنشتغل يا ساعه وقت زياده بيبقى مزبوط يا ساعه ونص من بدنا نحكي على الاوفرز وعلى الباكجز اللي عندكم اياهم، بعرف في شيء خاص لعيد الام واكيد شيء دايم عندكم للعرايس اكيد نحن اليوم عم نقدم بمناسبه عيد الأمهات قريبين عليه باكج كتير حلو يلي هن فيهم يختاروا أي نوع من أنواع المساجات اللي شفناهم اليوم مع الساونا ب 80 دولار ب 80 دولار هيدي جيفت كثير حلوه هيدي ساعة أو ساعة ونص ساعة مساج مع نص ساعة ساونا مقدمة هيدي كريزي أوفر عاملينها إجمالا للمادرز داي وأكيد لكل عروس بتحب تعمل سكادجول لعرسها نحن بنعطيها باكج خاص فيها للعروس بيختلف أسعاره عن اللي بيجي بده ياخذ سيشن أو بيعمل يوجوال المساج العادي نعم. وهون بدنا نذكر المشاهدين سيلفا انه عندكم فرعين صحيح نحن عنا فرع بالكاسليك على الهاي واي وعنا فرع ثاني بالابي سي بوتي بسانتر فيل ببيب ادريس نعم وقد ايه قبل بوقت تقريبا لازم يحجزوا؟ نحن بنقول شي جمعه تقريبا لانه بتعرفي كمساج بيكون اجمالا فولي بوك انه بنحب والعروس اللي حابه تعمل باكج اكيد بتنسق هي وياكم قبل اكيد بوقت نحن العروس بتنظموا لانتو صحيح توقيت لشهر او شهرين صحيح نحن العروس شوي قبل بوقت يعني بناخذ الحجوزات قبل باربع اشهر للعروس تنكون محضرين السبا لها بجو خاص وباحساس بيشبه احساس نهار عرسها حلوين كثير الاوفرز سيلفا واليوم العالمي للمراه فهديه مناسبه للي حابب يهدي حبيبته امه اخته بنته وشو ما كان مزبوط. فسيلفا بيوتي كلينك بانتظاركم شكرا لك ميرسي لك وقفه قصيره مشاهدينا وبنرجع